جوردا بيتكلم، او عرفت ان هو بارت اوف سمول انتستين، والدايجنوست بتاعي كان ان هو مويست جانجرين اوف سمول انتستين. الدايجنوستيك فيتشرز بتاعته هتكون اللي انا شايف في جزء بلاك اهو زي ما انا شايفه، جزء البلاك ده عباره عن الجانجرين ذات نفسها. فاقول له انها بلاك وانها there is no line of demarcation او ill defined line of demarcation. بعد كده بنخش على الجار اللي بعد كده اللي هو الابندكس. طيب الاورجان طبعا بتاعي اللي هو الابندكس، الدايجنوز بتاعي هيكون اكيوت سبيوريتيف ابندسايتس، واكد على كلمه سبيوريتيف ديت لانها هي ديت اللي هتدلني على الكلينيكال فيتشر او الدايجنوستيك فيتشرز بتاعتي. فاول حاجه اقول له ان السيروزا بتاعه الابندكس والميزو ابندكس الاثنين بيكونوا ضل اوبيك ولاسترلس وعليهم بيريولنت ماتيريال. بعد كده هتكلم على الوول، وبما ان ده انفلاميشن فاي انفلاميشن في الوول بيكون في اوديمس ادوميتس وول يعني. والميكوزا ذات نفسها هتكون اوديمتس وشوينج ulceration او نيكروزس، وهتكون فيلد ويز بيريولنت ماتيريال اللي هي اليومن موجود فيها بيريولنت ماتيريال.